يزيل الحدث الوضوء، والذي يزيل الحدث الغسل، فإن فقد الماء فالتيمم. يبقى ادي مزيل الاحداث، احنا دي كانت مزيل الانجاس، لكن مزيل الاحداث ايه؟ الماء الذي تتوضأ به رفعا للاصغر، او تغتسل به رفعا للاوسط والاكبر، او اتم التيمم. اذا فقد الماء وجب التيمم، واذا حضر الماء بطل التيمم. واخد بالك؟ اذا حضر الماء ايه؟ بطل التيمم بالفتح يا ولد، مش بطل التيمم، بطل التيمم. يبقى اذا حضر الماء